المكابس هي أدوات رئيسة في عملية الاحتراق الداخلية التي تسير المحركات. المكبس هو سدادة تنزلق صعودا ونزولا داخل كل أسطوانة محرك تضغط الغاز والهواء المشتعلين بواسطة شمعة إشعال. تدير الطاقة الناتجة العمود المرفقي وتسير المحرك. تصنع هذه الشركة 9000 نوع مختلف من المكابس لكل شيء، من الدراجات النارية إلى محركات السيارات. تكون البداية بقضيب ألومنيوم طوله 3 أمتار يمثل مادة المكبس. الألومنيوم مثالي لأنه معدن خفيف الوزن مقاوم للصدأ ويسهل تقطيعه. يقطع منشار دائري القضيب إلى كتل. قد يتغير طولها بتعديل آلة التلقيم لضغط القضيب في فواصل مختلفة. نموذج هذا المكبس يتطلب كتلا بطول 7 سنتيمترات. سيعيد المصنع تدوير رقاقات الألومنيوم الزائدة. يسخن مكبس التخريم والقالب مسبقا في حرارة 426 درجة مئوية، وهي الحرارة الضرورية لصناعة الكتل. تسخن الكتل في الحرارة ذاتها في فرن. يضغطها مكبس التخريم بقوة 2000 طن لإعطائها الشكل الأساسي للمكبس. تغطس كتلة من كل 10 كتل مصوغة في الماء بحثا عن شوائب. لتسهيل الصياغة تزيت الكتل مسبقا قبل تسخينها، لهذا تشتعل الكتل عندما يضغطها المكبس. يتطلب المكبس 2 ثانية فقط لإنجاز مهمته، لكن الكتل المصوغة ساخنة جدا تحتاج إلى ساعة على الأقل لتبرد استعدادا للخطوة التالية. يسخن العمال الكتل المصوغة مرتين أخريين، المرة الأولى في حرارة عالية جدا لتقوية المعدن، والمرة الثانية في حرارة أدنى لتثبيته. يدخلون الآن كل كتلة في مخرطة لإعطاء الكتلة المصوغة الشكل المطلوب كي يتسنى للآلات معالجتها لاحقا. تتيح هذه الثقوب الصغيرة تدفق الزيت عبرها لتزييت المكبس أثناء الاستعمال. مخرطة أخرى تنقص القطرة 3 ملم. تشق الآلة ذاتها 3 شقوق، شقين للحلقات المنضغطة وآخر لحلقة ضبط الزيت. هذه الحلقات تساعد المكبس على الانزلاق وتمكنه من توفير سداد محكم. هذا الثقب هو من أجل دبوس الرسغ الذي سيصل المكبس بذراع التوصيل. عندها تقشط ماكينة تفريز من المعدن 2 سنتيمتر من جانبي المكبس لتخفيف الوزن الإجمالي. السائل الأبيض هو مادة مزيتة لتبريد المنطقة أثناء القص. ماكينة تفريز أخرى تقطع جزءاً مما يسمى القبة. بهذه الطريقة ستحرر الأجزاء الأخرى عندما تتحرك داخل الأسطوانة. يجب أن تكون المكابس بالشكل والحجم الصحيحين، يتحرك بعضها صعوداً ونزولاً بقدر 6000 مرة في الدقيقة عندما يدور المحرك. لاحقاً تقشط مخرطة المزيد من المعدن من الخارج بسمك شعرة. هذا القشط يمكن المكبس من التوسع قليلاً. عندما تنشأ الحرارة داخل الأسطوانة يثقب مثقاب آلي ثقبين متقاطعين لتصريف الزيت. تنقش هنا آلة أخرى بيانات النموذج والإنتاج. تزال الحواف الحادة التي نشأت أثناء العمليات السابقة، ثم يستعمل حزام صقل لتمليس السطح أكثر. الحواف الحادة قد تتلف جدران الأسطوانة. هذه الآلة القاطعة تقشط قليلاً من المعدن داخل الثقب الصغير كي ينطبق دبوس الرسغ بأحكام في الداخل. حالما ينجز التقطيع ترش خراطيم عالية الضغط المكابس بماء ساخن غير معالج بيود. يزيل هذا التنظيف أثار المادة السلقة والزيت بعد تجفيفها بواسطة خرطوم هوائي. تصبح المكابس جاهزة لأداء عملها صعودا ونزولا.